تلقى اتصالاتكم للتعليق. اخذ الاستاذه جنجا، شقيقه جنجا عبد المنعم، شقيقه الفنانه الراحله الكبيره سعاد حسني. جنجا اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. هل عندك تعليق؟ احنا بنناقش القضيه المتعلقه مش هعمل الاسلوب اللي هي تتكلم بيه زي المره اللي فاتت في دنيا، هي تتكلم بطريقه كويسه. لا انا مش عايز طبعا، يعني خلينا نناقش القضيه بموضوعيه يا مدام جنجا. هنا انت تحفظك كان ايه على الكليب؟ بس يا استاذ وائل، انا قبل كده اتكلمت في برنامج قبل كده وما كنتش شفت اساسا الكليب ده. اتكلمت وانت ما شفتهوش يعني؟ وانا ما شفتهوش، كانت بس المعده بتقول لي وانا ما شفتوش. قلت لها ازاي يحصل كده؟ وكان ردي عليها ببساطة، لكن المرة دي ردي عليها بطريقة مختلفة. ده مش فن يا أستاذ وائل، ده جنس مباشر. مش هقدر اسمح منها كلمة مش كويسة. انا على فكرة وقفت الفيديو كليب احتراما ليكم. لا لا انا مش هقبل اسمح منها. طيب. كلمة مش كويسة. بس هي انا وقفت الفيديو كليب، اتعرض 3 ايام ووقفته. ما تتكلميش خالص لان انا ممكن اسجلك. بناء لو كان الفيديو كليب بيتعرض كنت انت تقدري تعملي كده، لكن انا قلت لك خلاص ما بقاش يتعرض. طب خلينا نديها بس الفرصه هي على لما تقول ده جنس مباشر. ما ده وجهه نظر مش لا ما تتهمنيش بحاجه انا طيب مش طيب موجوده طيب. يعني جنس مباشر يا استاذ وائل، وده كان راي الاستاذ بهاء، ده ناقص داخل الكليب. على فكرة مش هنفع اسمع الكلام بتاعها دوت لانه كلامها ما يعنيش. طيب هي بتقول لك خلاص تروح تعمل افلام من اللي بيقول عليها ثقافيه وتعمل وتعري اللي هي عايزاه بره، لكن مالهاش دعوه بالفنانين الكبار زي سعاد حسني. مين دي عشان تقارن نفسها بسعاد حسني؟ مش هقبل اسمع الكلام دوت علشان برضه هتسمع مني كلام مش كويس. كل ده كلام موضوعي ما فيش فيه اساءات، لان انا اعتذرت لها واعتذرت للاستاذ بهاء. واعتذرتي ايه؟ اعتذرتي بعد ما عملت الاسفاف الكبير ده وبتقارني نفسك بسعاد حسني؟ مش هقبل اسمع الكلام دوت. مفيش بني ادم قال سعاد حسني دي. طول ما هي وجهه نظر لازم تسمعيها. هي لا قالت كلمه فيها، لا قالت كلمه فيها سباب ولا شتايم. انا احسن منها. لا من حقها انا دلوقتي في برنامج. انت ما تتدخليش كده في حواري مع الاستاذ وائل. مدام جنجا انا احترمتك وقفت الفيديو كليب، مش من حقك انك ما بتحترميش حد. طب عشان نسمعها بس. انت ما بتحترميش حد، انت اساسا ما بتحترميش نفسك. هتحترمي الاخرين ازاي؟ لو طيب. سمحت انا مش طيب. هقبل اسمع الكلام. استاذه جنجا خليني في الاستاذ وائل، المفروض ان المصنفات الفنيه من الاساس انها تمنع السفاله والحقاره اللي بتحصل في الفن ده. كل الفيديو بتمشى كده، مش انا الفيديو الفن يا استاذ وائل. مش عايزه اسمع صوتها الله يخليك. انت واخده موافقه المصنفات؟ ما انا وقفته بسبب كده، حصل شويه لخبطه في الجمعيه وانا وقفت الفيديو. لخبطه ايه؟ مين اللي وكان بايدي ان انا اجيب التصريح، انا ما رضيتش اجيبه وسكت وكده. وعلى فكره انتظري برضه مفاجاه جميله جدا برضه ليا. لو كانت المفاجاه تعمل ايه تاني سعاد حسني؟ لا مش هسمع لو سمحت. لا بقى كفايه الكلام ده. خليني مدام جنجا، هل وقفها هي خلاص بتقول سحبت الكليب هل واعتذرت وقدمت اعتذار، هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي. اما انا اعمل لك ايه؟ اطلع غنولك تاني؟ رادع يا استاذ وائل للي احنا بنشوفه. نعم دي مسخره، ده مش فن. الفن يا استاذ وائل الواحد بالمشاهد بالحركات بالايحاء، دول مش فاهمين يعني ايه فن. الحركه بتدي معنى. كفايه عشان انا برضو اعرف اتكلم واعرف ارد على الكلام اللي هي بتقوله. طيب والمعنى اللي هي عملته كله جنس مباشر. ميرسي مدام جنجا، شكرا. خلينا اسمع وجهه نظرها واقفل. طيب مدام جنجا الف شكر، بتوجه ليكي بالشكر.